طيب صب بعد اذنكم. هنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا. بس بعد اذنكم الصوت. بيقول لي ناخد مثال تاني على الرول. احنا كده عرفنا كذا حاجه، عرفنا الفاكت صح؟ وعرفنا الرول، وعرفنا طبعا الكويريز. الكويريز بتاعتنا اللي هي استفهام وشرطه، وبنكتب الايه؟ الكويري اللي احنا عايزينه. اهم حاجه الرول والكويري، لان الفاكت سهله قوي. الفاكت اي حد ممكن يقدر يمثلها. يعني لو احنا عايزين نمثل دول مين الميل ومين الفيميل، خلاص اجي كده من فايل ايديت وافتح الملف بتاعنا اللي اسمه تري، وبكل بساطه جدا اقوم قايل والله ميل، افتح قوس، بام وانتر صح، وفي ميل فلان وميل فلان وفي ميل فلان الى اخره. ايه؟ لا ده دي كل حقيقه تمثل لوحدها. عايز اسمعه حياتكم، عايز اسمعه، عايز اسمعه، مش عارف بتقول ايه. ممكن نعملها له بقى ازاي دي بقى؟ ان انا اديله الشرط الاول اقول له ان انا ثواني بس. لو عايزين نعمل حركه زي اللي هو بيقولها دي، هل تصلح؟ تصلح. ازاي؟ لو انا اديت لخمسه منهم ميل، يعني ما تيجي نعملها احنا بدل ما تبقى ماشيه كده زي ال خلاص اهو. انا عملتهم ازاي؟ لا بس بلاش دلوقتي، اعملها لك مره ثانيه علشان لما نكون دخلنا في الشروط والمعاملات والاوبريتورز والكلام ده كله. عارف عارف، كنت اقولها لك، اقول لك حلها دلوقتي بس كده. انت كنت ممكن تعمل ايه؟ ان احنا نقول ده ميل ده ميل ده ميل ده ميل ده ميل، واقوم حاطط دي فاكتس، مش عارف اتكلم. كان ينفع ببساطه جدا، كنت هقول ايه؟ ده ميل ده ميل ده ميل ده ميل، وقام جاي قايل في ميل اكس اف الاكس نوت ميل، بس خلاص كده. بس انا مش عايز اخش وقت في نوت واور وان والمعاملات، لان واحده واحده عشان الدنيا ما تبومش. لكن انت اديني حليتها لك خلاص كده. طيب حطينا كده اهو مجموعه اهو جديده من الايه؟ من الحقائق، ميل وفي ميل. حد يقدر يقول لي دلوقتي لو انا جيت سؤال بس اخير سريعا كده، ما اعرفش هتعرف تعمله ولا لا، حد يقدر يقول لي علاقه المذر تتكتب ازاي؟ مذر الام. يلا بسرعه كده حاولوا تعملوها وانا احلها لكم. هقول له في علاقه اسمها مذر صوت اكس ام واي بشرط. ايه هو شرط؟ قلت له بشرط ان اكس يكون بيرنت للواي. واحده اقول له بشرط ان بيرنت، ان الاكس تكون بيرنت لمين؟ وفي نفس الوقت في ميل الاكس. اكس عليكم اللي ما بيعرفوش تحلوها. اهي سهلة أوي اهي. تاني اهي. اكس ام الواي بشرط ان اكس طبعا بيرنت للواي. طبعا هي تعتبر في مقام او الواي تحتيها. وفي نفس الوقت لازم يكون الاكس في ميل. طب حد يقدر بسرعه يعمل لي الفازر؟ سهل قوي. يكون بيرنت، يكون بيرنت بس مش ايه؟ بس يبقى ميل. لو عملنا كده اهو، عملنا له ميك، عملنا كومبايل كده وانزل تحت
لو حبينا نسأل سؤال، مين أم جيم؟ طبعا بناء على القواعد دي، هل عندنا جيم الباد ده ميل ولا في ميل؟ هلاقي ان باد ده ايه؟ في ميل، فالمفروض يقول لي ان امه مين؟ بات. امه مين؟ بات. السؤال يتسأل ازاي؟ ماذر. مين مش عارف؟ بتاعت مين؟ بتاعت جيم. المفروض يرد عليا يقول لي امه بات. لو جيت سؤال سؤال تاني بسرعة معلش عشان مفيش وقت. فين القاعدة بتاعتنا اهي؟ قلت مين ام بات؟ هتقول لي بوب، اقول لك هو بوب اصلا ده ايه؟ ده ميل. فيقول لي ايه؟ فولس. لو جيت قلت له ماذر اكس بتاعت بات مش موجودة عنده، ما يعرفش. خلاص كده؟ طيب سؤال تاني، مين بنت بات؟ حد في حلها؟ اخر سؤال ده لكم عشان انا المفروض في الحته دي بس اعيش بقى اسئله كتير جدا. ماذر، عايزين ماذر، عايزين مين؟ بنت مين؟ بنت بات او بنت بام؟ مش بام دي بنت؟ بام بنت. خلاص مين 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 اولادها مثلا؟ يبقى بام كوما اكس. هلو. خلاص بس تكون بنت بين بنتها او ما عندهاش بنات، يبقى واه في ميل الاكس، يبقى كده مين بنتها؟ ايه يا جدعان اهي؟ قال لي فولس ملهاش بنات، لكن لو قلت مين ابنها هيبقى ماذر بام الاكس ميل الاكس، هيقول لي ابنها بوب لكن ما عندهاش بنات. عرفنا ازاي نخلي البرنامج يقول عندها بنات ما عندهاش بنات، عندها اولاد ما عندهاش اولاد، مين الاب مين الابن مين الاخ مين كملوا المثال ده، لو قعدت تعيش فيه مش هتخلص. مش عارف اسمعهم مش عارف اسمعهم، مش سامع كويس من الدوشة، مش سامع. نعم طبعا لو مش محدد منه في ميل هيطلع بوب، لان ما حددتلوش لازم يكون ذكر او انثى كده. بقول مين اولاده او بقول مين ولادها او مين بناتها، لكن ممكن يقول لك ايه مين اولادها بدون ذكر هم ذكور ولا اناث، فما تحطش شرط الميل. خلاص حد لي سؤال تاني؟ ثواني عليا بس ثواني.